بغيت يفتح لي المخرج ديالو، بغيت انا يرجع له لي مفانو ويولي تا هو انسان عادي. فرح لي انا الدري عندي بنيه وزاد عندي دري، 6 سنين ديال المعاناه باش زاد عندي ديك الدري. يوضي بي يحبوني كيشد لي المصرف لي كوش، كيخرج لي من لي كوش كنطي للسبيطار كيقول لك لا حنا ما عندنا ما نديرو لهاد المصرف، سيري دي انت نهاري انت غسل عاجبينينا. مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مرة أخرى. صوت العدالة كتواجد في المنزل ديال جمال. جمال قصة صراحة معبرة، فيها مجموعة من الأمور غريبة صراحة. جمال عنده بنية وتزاد عنده الولد، جاي يفرح بالولد، خرج الولد عنده ما عندوش المخرج كما كنقولوا بالدارجة المغربية. بدا الاجراءات، دوزوا لي العمليه الاولى يعني التطبيب في الدار البيضاء، ما قالوش لي بانه امر مستعصي، عطوه داروا لي العمليه الاولى على اساس انه كاينه عمليه ثانيه وثالثه، وغادي بطبيعه الحال يخدموا لي المخرج ديالو اللي غادي يعيش طبيعي بحاله بحال الناس، الا ان الوضع فيه كلام اخر. غادي نشوفوا القصه مع جمال. جمال اتصلت بصوت العداله، احنا معكم، فهمت معك القصه، غادي تساعدني لتنوير الراي العام في الموضوع. تكلم لي على الوليد ديالك ايوب، شنو اللي وقع ملي تزاد؟ السلام عليكم خوتي المغاربه. انا تزاد نحكي لكم واحد القصه ديال الولد ديالي. كنت من سبع شهور تزاد عندي بلا مخرج ديالو، ديتو المستشفى بنو رشد، داروا لي العمليه في الجنب ديالو، داروا لي عمليه في الجنب ديالو، داروا لي العمليه في الجنب ديالو. جيتو للدار بقينا كنعالجو هنايا، دازت 15 يوم الدري مع الغاوط ومع البكا، ضروري الدراري غادي يبدا يبكي، غادي يمرض ليك، غادي سميتو خرجوا لي المصران ديالو. من خرج لي المصران ديالو ديتو للسبيطار، السبيطار هذيك دفعوا لي، دخل المصران هذيك الساعه، داز واحد الشهر المصران ديالو، عاودوا خرجوا لي المصارن، المصران تنفخ ما بقاش مديتو ليهم تمايا، وركوا لي المصران. قالوا المراه عندي، قالوا المصران ديالو ما بقاش كيدخل، خاصو يكون الدري ناعس ولا يكون مهم مرخوف الدري ما يكونش معصب باش يقدروا ندفعوا ليه المصران ديالو. المصران ديالو ما بقاش تدفع، جدوا للدار هكاك في هذيك الحاله، جدوا للدار. الدري بدا كبر شويه، بدا كيحبو من كيحبو، كيقاس المصران ديالو، المصران ديالو كيدوز بالدم. المرأة عندي ولات كتعاني معاه، كنت كندير واحد البوشيطه في الجنب، هذيك البوشيطه كدير قهراتني انايا، كدير معاك 100 درهم باش كنا ناخذوها ليه، قهراتني. فهمت يا خوتي؟ سولت درت لي ليكوش في الجنب، درت لي جوج ليكوشات ولات كندير في الجنب، وكندير كنشدهم ليه بالشكوتش ديال التريسيان باش كنشد ليه هذاك ليكوش. هانتوما غتشوفوا في الصوره، شاد لي ليكوش بالشكوتش ديال التريسيان. علاش هاد الحالات كون كانت في اوروبا كره تعالجات، ما تبقاش بحال هكايا يلوحوا فيا انايا. انا هنا عطاوني رونديفو نهار 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 6 في شهر 4، ومن ولا هاد الوباء في المغرب عندنا، هاد الوباء العالمي، كنطلبوا من الله يحفظ البلاد ديالنا من هاد الوباء. صيفطوني لاحوا لي في الرونديفو تا نهار 15 في شهر 6، نهار 15 شهر 6. واش هاد المغرب فيها بنو رشد في الدار البيضاء ما كاينش شي مركز اخر اللي يعالجوا ليا فيه انا الابن ديالي اللي كنشوف فيه كيضيع قدامي؟ هو خوتي المغاربه كنطلبكم تعاونوا معايا. من الدري كيدوز بالدم، الام ديالو كتمحن معاه، كتبقى تبدل لي في سميتو، كتبقى تبكي، كنعيط، مضطر عندي بنيه اخرى عندها 7 سنين، كتجي تشد لي الايدين ديالو، كتشد لي الايدين ديالو باش ماماه باش تبدل لي. لا الا سمحتي لي، دابا المصران ديالو هو المخرج ديالو داروا ليه في الجنب. المخرج ديالو داروا ليه في الجنب، هو ما عندوش المخرج، ما عندوش المخرج هو نهائيا، المخرج مسدود. وهذاك المصران ملي كيعمرو تيخرج هو تيحبو، كيحبو معاه. كيحبو، كيقيسو، كيقيسو بحال هكا بجنبو ولا بايدو ولا بحال هكا، تبغي تبدل ليه ماما كيبدا كيتوشي في المصران ديالو، ولا ما جاش خطو شدتو، ولا كنت انا خارج على برا كنت نجيب طريف ديال الخبز، خاص ضروري خطو تشدو ليه، ولا ما كانش شفتو في المدرسه كضطر تحزم ليه الايدين ديالو باش ما يتوشيش المصران ديالو. ملي قلتي لهم انت هادشي في السبيطار في هاد البلاصه اللي فيه، قلتي لهم هادشي راه الدري المصران ديالو خارج راه كيحبوا به، اش قالوا لكم؟ مشات الام ديالو قالوا لي هادشي راه عادي، هاد المصران هذا راه عادي، خارج ليه راه عادي.
واش المصرانه مازال تشوفوا انتوا المصران في الجنب عادي المخرج ولا في الجنب عادي عادي قال لك دابا واخا هو المصران خارج ليه كاك راه عادي وعلاش بغاو يديروا له عمليه ملي عادي خاص قال لك راه عادي يعني هذاك الخروج ديالو راه عادي بالله الدري وزن شويه قال لك باش يديروا لي العمليه ودابا الدري عطوني رونديفو ها هي رونديفو عطيني نهار ربعه في شهر 6 ودابا عيطوا لي عطوني البارح مشات المدام عندهم عليك الحاله ديال المصران ديالو خارج عطاوها نهار 8 في شهر 6 وعاودوا عيطوا لي قبيله مع 11 قالوا ليها اما تجيبي حتى نهار 15 في شهر 6 انا كنطلب منكم اخوتي تعاونوا معايا وتعاونوا مع ولدي انا رديت الكلينيك قالوا لي خاصك 4 مليون ونص باش دير لي العمليه وانا البارح دفع واحد تمايا في السبيطار حاول واحد الدكتور دفع لي المصران ديالو دفعوا لي بالفلوس السبيطار ولا في الكلينيك في الكلينيك هادشي كنقول لك في الكلينيك اخويا مش جبتي انت الفلوس ديالك اخويا تسلفت مع هاد الناس سلت مع الناس باش نداوي ولدي راه هو اللي راه قلت نفرح بيه انا الدري عندي بنيه وزاد عندي دري 6 سنين ديال المعاناه باش زاد عندي ذاك الدري واخا خويا شكرا لك انا نلقى معاك اخت الكبيره انت الام ديال الوليد ايوب الله يحفظه لك سمعتي الزوج ديالك عطانا مجموعه من الامور في هذه القصه كيفاش كتعيشي معاه انت اختي السلام عليكم انا الام ديال ايوب اللي زاد محبوس ليا من المخرج ديالو انا كنعيش معاه معاناه صعيبه ما كنقدرش حتى نبدل ليه انا ما كنبدل ليه كي جات ليا المصران ديالو كيجرو كيبقى دايز بالدم كينوضي بي يحبو كيشد ليا المصران في ليكوش كيخرج ليه من ليكوش مع المصران كبر بدا كيخرج ليه من ليكوش وكيطاقر فيه كنبيع نهزو كذلك يعني كنعيش مع واحد الحاله ما نقولش لي كندير للسبيطار كيقول لك لا حنا ما عندنا ما نديرو لهاد المصران سيري ديه حتى نهار يتعفن عجيبي لينا انا شنو غادي ندير ليه شنو غندير ليه في الدار اللي ما غيتعفنش كنمشي كنطلب غير الناس السيرومات باش كنعقم لي هاد المصران ديالو دي كانوا دايرين معانا الرونديفو انهم يفتحوا لي نهار 6 في شهر 4 دابا اجلوا لنا الرونديفو حتى نهار 15 في شهر 6 هو ولدي انا غادي يبقى في هذه الحاله حتى هذاك الرونديفو ما كيقدش اللي يطبطح اللي يحبو ما كنقدش نلبس ليه حوايجو بهذه الحاله كيفاش غندير ليه انايا كيفاش غندير ليه ما عندي حتى شي حل اخر واش النداء ديالك تنطلب من الناس يشوفوا لي شي حل لولدي ولا يتعاونوا معايا باش انني بغيت نفتح ليه المخرج ديالو بغيت انا يرجع له لي مصارنو ويولي تا هو انسان عادي بحاله بحال جميع الوليدات هادشي اللي كنطلب من الناس شكرا لك اختي شكرا لك مشاهدينا الكرام صراحه قصه كتالم ايوب الوليد ديالهم يلا فرحوا بوليد عندهم البنيه الله يخليها لهم تزاد عنده دابا الولد ما عندوش المخرج يعاني الامرين المستشفى دار العمليه الاولى يعني ما عطاهمش قرار نهائي ديال المنع انه ما كاينش حل كاين حل ولكن الوليد بدا كيكبر 7 شهور كيحبو تيتوشي المصران ديالو بطبيعه الحال اشكاليات كبرى الوضع ديالهم هش ما في حالهمش صراحة مشى للكلينيك تيقولوا لي 4 مليون ونص باش يقدروا يديروا لي العملية اللي ولي تصوب الوليد داك المخرج اللي يعيش بحاله بحال الناس صراحة ملف صعيب نتمنى من الله عز وجل والنداء اللي كيوجهه الأخ جمال الأخت الكبيرة لجميع المغاربة نتمنى من الله عز وجل مبلغ ديال 4 مليون ونص صعيب عليهم إلى ضفرة الجهود بيننا اننا نساعدهم في هذه العمليه السبيطار ديال الدوله تيقول لهم الرونديفو صراحه هذا الكلام صادق لان الوثيقه قدامي كنشوف فيها واضحه فيها 15/6/2020 تيقول ما لقينا ما عندنا ما نديروا ليك علامه استفهام نعلم جيدا انه الوباء ديال كورونا له اطباء مختصين ولهم الامكانيات في الدوله ولكن مثل هذه الحالات لا توقيت وهذاك الوليد اللي كيتعقر وكيحس بالمصران ديالو وسبع شهور اعتقد بانه الملف واضح مشاهدينا الكرام نتمنى من الله عز وجل وجل المغاربه اننا نساعدهم غادي نوضعوا الرقم ديالهم في الشاشه
والله سبحانه وتعالى كما نقول دائما هو اللي تيخلص الجميع. مشاهدينا الكرام، تعليق المواطن، شكرا لكم. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تفعلوا الجرس وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي باش يوصلكم دائما جديد صوت العدالة.